تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل وفرقة مكافحة المخدرات بأمن الولاية من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين كانتا تنشطان بعاصمة الولاية في مجال ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية واسترجاع كمية من المخدرات الصلبة كوكايين بوزن 9.5 غرام ما يعادل قيمة نقدية 17 مليون سنتيم وحجز مركبتين سياحيتين. تم ضبط 2208 كبسولة من نوع بريغابالين ليريكا.